بسم الله وأصبحنا وأصبح الملك لله وعلى بركة الله. نبتدي معكم مشاهدينا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج في الضحى، نقدر نقول الخميس. يمكن كثير من المشاهدين قاعدين يطرون يوم الخميس عشان يروحون يستمتعون بأمور كثيرة، سواء فعاليات في أماكن مختلفة، سوق واقف أو حتى في كتارة لؤلؤ أو أماكن كثيرة حتى في المجمعات، وأيضا في اللي حاب يروح البحر. واللي حاب يروح البحر نقدر نقول لازم يتأكد أول شيء من الطقس، لأنه كان خلال الفترة الماضية كان في تحذيرات. فهلا هلا بعمركم، وإن شاء الله تستانسون تستثمرون يوم الخميس والجمعة والسبت بشيء يكون مفيد اللي صالحكم. أسعد الله صباحك نايف. صباح الخير شوق، وصباحكم خير مشاهدينا الكرام. مثل ما ذكرت زميلتي شوق، بالنسبة للأحوال الجوية حتى قبل فترة بسيطة صار تغيير في موعد النزول لسنيار، وكان في تأخير تقريبا أسبوع بسبب أحوال الطقس، فلازم تتأكدون حتى اللي يحبون يروحون أمور الحدائق وغيره أرجوكم تأكدوا، لأن هذه الأشياء ممكن تضركم يوم من الأيام. لكن إن شاء الله اللي ما راح يضرنا اليوم اللي هو بورصة قطر، زميلتنا سلام عمرو موجودة هناك وبتعطينا تكهنات بداية جلسة التداول لهذا اليوم. فقول صباح الله بالخير. صباح الخير نايف، صباح الخير شوق، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نحن معكم مباشرة من بورصة قطر ما قبل افتتاح المؤشر العام آخر جلسات الأسبوع. نذكر بأنه بالأمس أغلق المؤشر العام على تراجع بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10295 نقطة. إذن كسر حاجز مهم وهو حاجز 10300 نقطة هبوطا وسط تراجع في قيم التداولات التي وصلت إلى 177 مليون ريال. هناك العديد من الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية للربع الأول من هذا العام، ومن بين هذه الشركات الدوحة للتأمين، حيث أظهرت هذه البيانات ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنحو 22.3% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب النتائج بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 27 مليون و400 ألف ريال، وذلك بمقابل أرباح بنحو 22 مليون و400 ألف ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر أن العائد على السهم في الربع الأول من العام الجاري بلغ 55 درهما مقابل عائد بلغ 45 درهما لنفس الفترة من العام السابق. وكانت أرباح الشركة قد تراجعت 38.8% في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 42 مليون و250 ألف ريال مقابل أرباح بقيمة 69 مليون لنفس الفترة من العام 2015. وبلغ صافي ربح الشركة العائد على المساهمين للعام الماضي بنحو 72 مليون و225 ألف ريال مقابل أرباح بلغت قرابة 111 مليون ريال في عام 2015، وبتراجع نسبته حوالي 34.9%. إذن يعني أرباح شركة الدوحة للتأمين ترتفع خلال الربع الأول من هذا العام 22.3%. في هذه الأثناء المؤشر العام يبدأ تداولات آخر جلسة في الأسبوع، ويبدأ بانخفاض العديد من الشركات وارتفاع يعني كبرى الشركات، منها أريدو التي افتتحت التداولات على 105 ريالات و50 درهم، وهذا المستوى يعتبر مرتفع 50 درهم عما كان عليه بالأمس. والمؤشر العام يفتتح التداولات على تراجع ليصل إلى 10274 نقطة مع تراجع سهم الخليج الدولي، سعيد، فودافون قطر، الميرة، بروة الإيجارة، وأيضا البنك التجاري صناعات قطر
والمستثمرين. إذن يعني صناعات قطر تراجعها أدى إلى تراجع أيضا المؤشر العام. هناك العديد من الشركات في قطاع الصناعة منخفضة، لذلك أدى إلى انخفاض المؤشر العام. بنك الدوحة ارتفع ليصل إلى 31 ريال و40 درهما، وأيضا بنك قطر الأول سجل 8 ريالات و87 درهما في آخر صفقة، وهو مرتفع حوالي 6 دراهم عما كان عليه بالأمس. صناعات قطر انخفضت لتسجل 109 ريالات، وأيضا المستثمرين سجلت 59 ريال و70 درهم. هذا الانخفاض لشركة المستثمرين يعتبر انخفاض ب 50 درهم فقط، نصف ريال مقارنة بإقفاله يوم الأمس. وأيضا مزايا قطر منخفضة لتصل إلى 13 ريالا و30 درهما. هذا الانخفاض يعتبر انخفاضا طفيفا عما كان عليه بالأمس، حيث أغلقت على 13 ريالا و49 درهم سهم مزايا. الميرة سجلت 160 ريال و10 دراهم، وهي منخفضة عما كانت عليه بالأمس، 90 درهم انخفاض مقارنة بإقفالها يوم أمس. الإسلامية القابضة ترتفع لتصل إلى 67 ريال، إذن ارتفاع ريال واحد للإسلامية القابضة مقارنة بإقفالها يوم أمس. أعمال أيضا تنخفض لتصل إلى 13 ريالا و75 درهما، هذا الانخفاض مقارنة ب 13 ريالا و90 درهما سجلت بالأمس. بروة سجلت 34 ريال و55 درهما مقابل 35 ريال أغلقت عليه بالأمس. هناك العديد من الشركات التي لا زالت على ثبات وهي مستقرة، ككهرباء وماء وبنك قطر الوطني المصرف، يعني كبرى هذه الشركات لا زالت مستقرة حتى الآن. فودافون قطر تسجل انخفاضا لتصل إلى 9 ريالات و62 درهما مقابل 9 ريالات و68 درهما سجلت بالأمس. إذن المؤشر العام يبدأ آخر تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، وهذا الانخفاض كان قد بدأ أيضا بالأمس ليصل إلى 10268 نقطة مقارنة مع مستوى 10295 نقطة الإقفال الذي سجل بالأمس. إلى هنا ننهي هذه الجولة القصيرة من بورصة قطر للأوراق المالية. لنا عودة بعد نصف ساعة من الآن تقريبا، والآن عودة إلى الزملاء في برنامج في الضحى. الله يقويك زميلتنا سلام عمرو، يعني هي بداية مو بجيدة بصراحة إلى ذاك الحد، لكن إن شاء الله أن بعد نص ساعة لنا عودة إلى زميلتنا سلام عمرو تعطينا تفاصيل أكثر، وإن شاء الله أن يكون في تحسن في مؤشر بورصة قطر، وتكون الفائدة إن شاء الله للجميع، لاقتصاد قطر وكذلك للمستثمر بإذن الله. لنفس ماضي كارت مشاهدين، راح تكون لنا بإذن الله عودة من جديد لبورصة قطر، وأيضا راح نتطرق لمواضيع كثيرة وأمور كثيرة، وأكيد راح ناخذكم في جولتنا الصباحية الإخبارية، لكن بعد ما نشوف هذه المشاهد الجميلة من دولتنا الحبيبة قطر. طيب وسطر تاريخ والحاضر تيمين، تاريخ والحاضر تيمين. دولة نظام، دولة نظام، حب وئام، دوحة سلام، وسلام والقايد تيمين، وسلام والقايد والمونديال أكبر دليل، جبناه والقايد ديني.
عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه المناظر الجميلة والكلمات الأجمل بصراحة. الله يحفظ قطر ويحفظكم إن شاء الله جميع. وعلشان نعرف جديد قطر خلكم معنا نبدأ الآن فقرة الأخبار المحلية. نبتدي معاكم مشاهدين جولتنا الصباحية لكن من جريدة الشرق وانطلاق فعاليات جائزة كتارة لشاعر الرسول يوم الأحد، حيث تنطلق الأحد المقبل فعاليات الدورة الثانية لمهرجان كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتنظم كتارة تحت شعار تجمل الشعر بخير البشر. وسيتم افتتاح مهرجان حب الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن فعاليات مهرجان كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاركة أكثر من 20 مركزا ومؤسسة بأجنحة وفعاليات ثقافية ترفيهية تشمل عروضا ومسابقات للأطفال وأيضا ورش الخط والرسم وفن الطباعة والتصوير الضوئي. طبعا مشاهدينا هذه دعوة لكم تروحون يوم الأحد تستمتعون بهذه الأجواء الجميلة، لأن فعلا من المسابقات والأمور المميزة اللي تحصل في كتارة، ولا ننسى أن أيضا هم راح يوفرون جو عائلي، فجميعكم تروحون تستمتعون بهذه الأجواء بالتأكيد. وإن شاء الله الخبر الثاني راح يتكلم عن يمكن حتى مقتطف من الكلمات اللي كانت تقال خلال عرض المشاهد مساء أن المونديال أكبر دليل. من جريدة العرب، الأرض تحصل على الآيزو في إدارة الجودة. تسلم محمد المرزوقي مساعد الأمين العام للشؤون المؤسسية باللجنة العليا للمشاريع والأرض جائزة الآيزو العالمية 9001-2008 من المعهد البريطاني للمعايير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. جائزة الآيزو 9001-2008 هي جائزة بريطانية معترف بها دوليا تمنح للشركات والمؤسسات التي تطبق بنجاح نظام إدارة الجودة. ويتميز هذا النظام بكونه نظاما متكاملا يتضمن ثبات الأداء في مجال التخطيط والرقابة وضمان الجودة والتطوير. ويتم تطبيق النظام من خلال سلسلة من الإجراءات والمعايير التي تطال مختلف جوانب عمل الشركات بدءا من الهيكل التنظيمية مرورا بالسياسات والإجراءات ووصولا إلى الموارد والعمليات. بصراحة جهد يقام في لجنة الأرث والمشاريع شيء يشكر عليه. حتى انتشر مقطع في مواقع التواصل الاجتماعي لكسر أرقام ما شاء الله عليهم، كل مرة يكسرون أرقام جديدة، فكان آخر رقم يكسرون اللي هو أعتقد يومين أو إذا ما خضني أو ثلاثة أيام في اللي هو زراعة الملعب أو ما شابه، يعني أنه يكون الملعب جاهز. فأشياء جبارة قاعدة تصير، وطبعا اكيد مو غريب لما احنا قاعدين نشوف نفس هذه الانجازات وايضا هذه التكريمات اللي قاعد تحصل، لان ما شاء الله بشكل عام دولتنا الحبيبه قطر مؤسساتها مراكزها دائما قاعد نشوف، يمكن حتى في اخبارنا قاعد ننقل هذه الفرحه، وقاعد نشوف ايضا التكريم طبعا على مستوى نفس ما قلنا مؤسسات او حتى على مستوى طلابنا. والحين خلونا ننتقل الى المدارس الثانويه حيث تشارك في القريه المهنيه من جريده الوطن. ينظم مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع القرية المهنية يومي 26 و 27 أبريل الجاري بمركز الطلاب التابع لجامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية. ودعا المركز طلاب المرحلة الثانوية من مختلف مدارس الدولة وأولياء الأمور والمرشدين المهنيين والأكاديميين للمشاركة في الفعالية التي سيخصص اليوم الأول فيها للبنين واليوم الثاني للبنات. وتضم القرية المهنية ممثلي عن شركات ومؤسسات رائدة في دولة قطر تمثل قطاعات التعليم، الإعلام، المال والأعمال، الطاقة والصناعة، مواصلات والاتصالات، الصحة البلدية والبيئة والأمن. وتهدف إلى ترسيخ الثقافة المهنية لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها سوق العمل القطري، بالإضافة أكيد إلى تعريفهم بأفضل المجالات التي يمكن أن يخدموا الدولة من خلالها. من شذي نايف أقول لك أبدا مش غريب إن إحنا قاعدين نشوف هذه الإنجازات، لأن فعلا لما نتكلم إحنا نفس هذه الأمور اللي قاعد يعطونها للطلاب من الثانوية، أتوقع هو هذا التأسيس الصحيح اللي إحنا دائما نحتاجه، مش فقط في قطر بل كل الدول تحتاج إن تأسس طلابها تأسيس صحيح، لأن نفس ما ذكرنا ونرجع دائما نقول إن أهم قادة المستقبل. بالتأكيد، في القائد يحب إنه يشوف المجال اللي راح يكون مختص فيه والأشياء اللي هو يحب يسويها، فأكيد لو حبيت الشيء
راح تتقنها بإذن الله. ننتقل إلى خبر من الراية ومسيرة بالدراجة النارية لتنشيط السياحة الداخلية، حيث أعلنت بيوت الشباب القطرية إطلاق برنامجها السياحي الدار دارك لدعم برامجها المتعلقة بالترحال لأبرز الوجهات والأماكن السياحية والتراثية والترفيهية داخل الدولة، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن الكواري وزير الصحة الأسبق والدكتور سيف الحجري رئيس أصدقاء الطبيعة وعدد كبير من أعضاء رابطة الدراجات النارية روح القيادة وأعضاء مجلس التنفيذي لبيوت الشباب وجمع من الحضور الكريم كان في هذا التجمع، كما هو أعلنت عن انطلاق أولى فعاليات البرنامج صباح غد الجمعة لمسيرة قائدي الدراجات النارية سول رايدرز بالتعاون مع شباب رابطة الدراجات النارية روح القيادة في قطر، تتضمن تجوالهم حول قطر لمسافة 1000 كيلومتر. الطرق تتعدد بصراحة، يعني ممكن نشوف احنا الترويج للسياحة عن طريق الإعلام، ممكن نشوف عن طرق متعددة، لكن استغلال محبين مثلا للدراجات النارية ولا لفت النظر يكون عن طريق هذه الطريقة، فالله يقويهم صراحة، عرفوا يختارون طريقة مميزة. صحيح، طبعا يعطيهم العافية أكيد. وبكذي مشاهدينا نكون مع هذا الخبر ختمنا جولتنا الصباحية الإخبارية، لكن أكيد برنامج في الضحى حريص أن يسلط الضوء ويغطي لكم كل ما هو جديد من فعاليات مختلفة. عشان كذي راح ننتقل أنا وياكم مشاهدينا أكيد مع نايف ونشوف هذا التقرير يتحدث عن حفل افتتاح أعمال التوسعة وتدشين خطوط الإنتاج الجديدة لقطر فارما. تفاصيل أكثر أكيد راح نتابعها معاكم في هذا التقرير. السنة اللي فاتت الحمد لله حققنا مبيعات 66 مليون مع بعض الصعوبات كانت، لكن السنة هذه بخطوط الإنتاج الجديدة إن شاء الله المتوقع تكون نضاعف المبيعات توصل لمغاربة 134 السنة التاركت تبعنا بإذن الله. في أسواق جديدة وفي خطوط جديدة، نحن حاليا تقريبا مغطين كل دول الخليج بالإضافة إلى الأردن، سجلنا في الأغذية الدواء الهيئة الغذاء والدواء في الأردن، بنورد لهم وللسودان لسوريا ليبيا العراق اليمن، وماشيين إن شاء الله في التوسعة. عودة لكم مشاهدينا الكرام، في فقرتنا الأولى بنتكلم عن شيء جدا مهم، نتكلم عن خلاص قريب ندخل فصل الصيف واللي تكون فيه درجات الحرارة جدا مرتفعة، وهذا يجيب الإصابات الحرارية اللي توجه مشكلة بصراحة إن كان بسبب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، وهذا
ودخلنا على موضوع ضربات الشمس، وكذلك ممكن ندخل على مواضيع أخرى مثل الإجهاد الحراري. راح نتكلم إن شاء الله أكثر عن هذه الأمور وشلون نقي نفسنا من ضربات الشمس والإجهاد الحراري مع الدكتورة رنا عبد الله سيد، استشاري قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى الوكرة. صباح الله بالخير دكتورة. صباح الخير، أهلا بيكو، صباح الخير لكل المشاهدين. يعطيك العافية دكتورة. أكيد يمكن نفس ما ذكرنا إحنا يمكن دخلنا أصلا بفصل الصيف وبدأ الحر، فبشكل عام إحنا يمكن رح نتطرق لهذا اليوم لموضوعين دكتورة، اليوم ما يتعلق بضربات الشمس وأيضا الإجهاد الحراري. يمكن في بعض الناس يعرفون أكثر بضربات الشمس لكن الإجهاد الحراري مش عندهم مثل معرفة كاملة، فأكيد حابين نستغل تواجدك معنا وتقولينا وتعرفينا أكثر عن هذا الموضوع. مبدئيا نحمد الله ان سبحان الله في جزء في المخ اسمه تحت المهاد بيقوم بتنظيم درجة الحرارة في الجسم، فبيكون في دايما توازن ما بين اكتساب الحرارة والتخلص من درجات الحرارة عالية في الجسم عن طريق التعرق وبأساليب أخرى لتبريد للجسم. ولكن التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات اللي بتكون فيها الشمس درجة الحرارة بتكون عالية جدا، وهي بالذات من الساعة 11 صباحا للساعة 3 مساء، التعرض المستمر ليها بيؤدي إلى إجهاد حراري، وهو ارتفاع في درجة الحرارة شديد مع عدم مقدرة الجسم على التخلص من درجات الحرارة الزائدة دي، وبالتالي بيحصل إجهاد الحراري عن طريق فقد سوائل كثيرة من الجسم. وحقيقي مهم جدا أن الناس يعرفوا الأعراض الأساسية للإجهاد الحراري علشان يتجنبوها، لأنه إحنا في دولة قطر الحمد لله عندنا الشمس ساطعة طول النهار، فلازم يكون في تعريف بالموضوع ده بحيث أن الناس تقدر تتجنب الإجهاد الحراري. يعني دكتورة أنت ذكرت خلال حديثك أنه من الساعة 11 للساعة 3 هذه تكون فيها فعلا الشمس قوية، فإحنا ننصح أن اللي يحب يعمل رياضة، اللي يحب مثلا يتمشى ولا شيء، هذه الأوقات إنها غير محببة. مش محببة صح فعلا، لأنه طبعا درجة الحرارة دي زيادة كمان لما يكون الإنسان بيعمل مجهود عضلي زي الألعاب الرياضية أو العمال اللي بيشتغلوا في المصانع أو في الطرقات أو في البناء، في البناء خارج في الخارج. طيب هذه الفترة لجميع الأعمار مثلا، يعني ما شاء الله احنا عيالنا ممكن يرد من المدرسة على طول يروح يلعب كورة في الحوش، فشنو الحل معه؟ هي لجميع الأعمار وبالأخص الأطفال، لأنه الأطفال عندهم مشكلة حقيقي أنه جهاز العصبي بيكون لسه مش مكتمل النمو بصورة كافية، وبالتالي قدرة الجسم على تنظيم الحرارة بتكون مش بصورة كافية، وبالتالي بيصابوا أكثر بالإجهاد الحراري. وهنا حقيقي أحب أنبه المدارس أنها تنتبه لهذه النقطة، لأنه كتير من الأطفال بيلعبوا في الرياضة في أوقات الفسحة وبالتالي ممكن يعرضوا للإجهاد الحراري، وبالتالي المدرسين لازم كمان يكونوا على دراية بأعراض الإجهاد الحراري بحيث أنه يقدروا يقوموا بالإسعافات الأولية مباشرة أول ما تبتدي تظهر أعراض الإجهاد على الطفل. على نعم. طيب دكتورة، بما أن أنت ذكرتي أعراض اللي إحنا راح نتكلم عن الموضوع نفسه اللي هو الإجهاد الحراري، فيريت لو تعرفينا عن أهم الأعراض اللي ممكن تبين سواء كبار أو صغار عليهم هذه الأعراض. أهم الأعراض في البداية بيبتدي الإنسان يشعر بزغللة في الرؤية، صداع شديد، رغبة في القيء غثيان يعني، وإسهال ممكن في بعض الأحيان كمان، ممكن يحصل تقلصات عضلية في بعض الأحيان، بيظهر طفح جلدي على الجسم، ممكن توصل كمان لحالات شديدة من الإجهاد الحراري لدرجة أنه يحصل إغماء، حالات إغماء نتيجة لتوسع الأوعية الدموية. فلازم أول ما يبتدي الإنسان يشعر بأول الأعراض يتوجه إلى أقرب مركز صحي أو طوارئ، أو على الأقل الناس المحيطين بيكونوا على دراية بهذه الأعراض فيبتدوا يتدخلوا سريعا بأنهم يدولوا سوائل، دي أهم حاجة طبعا، قدر المستطاع يشرب مية، يحاول يغتسل بماء بارد لو في استطاعة ذلك لو كان صاحي، ويرتاح إذا كان موجود في المكان اللي فيه شمس، لازم يبعد عن المكان اللي فيه شمس ويرتاح قدر المستطاع. نعم. طيب دكتورة، وبما يتعلق هاي بالنسبة حق الإجهاد الحراري، بس بما يتعلق بضربات الشمس هل نفس الشيء ولا في اختلاف بالأعراض؟ ضربة الشمس حقيقي أخطر، وهي حالة حادة وتستدعي علاج سريع وتدخل سريع، لأنها لو ما تعالجتش بتأثر وممكن تؤدي على كل أجهزة الجسم، ممكن تؤدي إلى الوفاة كمان. فحقيقي أنبه أنه التعرض الشديد لدرجة الحرارة بصورة مستمرة وعدم معرفة الناس بالأعراض اللي بتظهر بسبب الإجهاد الحراري ويفضل
الإنسان يتعرض لدرجات الحرارة العالية ده بيؤدي في الآخر إلى ضربة الشمس. ضربة الشمس بقى اللي بيفرقها عن الإجهاد الحراري إنه بيبتدي الجهاز العصبي يتأثر، فيبتدي المريض يخش في حالة هياج شديد، هزيان، يبتدي كمان ممكن يفقد الوعي في بعض الأحيان، وبالتالي بتكون حالة شديدة الخطورة وتستدعي فورا الاتصال بالإسعاف أو التوجه لأقرب مركز طوارئ. يعني هل على المدى البعيد لها آثار سلبية؟ يعني ممكن تأثر في الجهاز العصبي وتسبب له مشاكل مستقبلا مثلا؟ مستقبلا لا، إذا تعالجت بدري. بس طبعا إذا ما تعالجتش بدري بتؤدي ممكن إلى الوفاة، ونسبة الوفيات عموما في العالم كله كثيرة بسبب ضربات الشمس. ولذلك لازم توخي الحذر وتوخي الحرص في حالات الحالات لما نتوخى الحذر معناتها لازم نقي نفسنا ونقي عيالنا. ف شنو هي مثلا الاشياء المستحبه علشان نقي اطفالنا مثلا؟ يعني انا بعطيك اللبس العادي الظهر، راح يلبس له مثلا جلابيه ولا ثوب ولا يعني شيء بسيط علشان يعرف يطلع برا يلعب كوره ولا يشوف ربعه شوي. فهل يحتاج مثلا يغطي راسه؟ هل يحتاج اشياء اضافيه معه؟ طبعا اكيد، هو اول بادئ ذي بدء لازم نعلم الاطفال انه طول ما بيلعب بره او متعرض للشمس انه يغطي راسه قدر المستطاع. يعني انا عارفه الاطفال ساعات بيتضايقوا من تغطيه الراس، بس قدر المستطاع نحاول نخليهم يغطوا راسهم. لو يتضايق عادي لابسه قحفيه ممكن. طبعا اهم شيء يغطي راسه، اهم حاجه يغطي راسه. الحاجه الثانيه انه يشرب سوائل، لازم نعلم اطفالنا انه طول ما هو بره بيلعب رياضه يشرب سوائل بكميه كويسه، ونوفر ليهم السوائل دي. ولذلك انا بحب في بعض المدارس انه ساعات بيوزعوا منشورات على الاطفال لما يكون في فعاليات رياضيه، ان هم ينبهوهم للنقطه دي وانه لازم يشربوا سوائل بكميات كافيه خلال الرياضه. حاجه ثانيه، لازم يلبسوا ملابس قطنيه قدر المستطاع، لانه من ضمن العوامل اللي بتؤدي للاجهاد الحراري لبس الملابس المكونه من الالياف الصناعيه، لانها بتمنع التعرق، ومنع التعرق ده شيء خطير جدا. فالملابس القطنيه بتساعد على امتصاص العرق وبالتالي بترطب الجسم. كمان الملابس الفاتحه لأنها ما بتمتصش أشعة الشمس، فمهمة جدا برضو الملابس الفاتحة بالنسبة لهم. وربنا الحافظ في أكيد آمين. يعني دكتورة خلنا ناخذ الكلام، نقول اللي دائما نسمع والكلام الصحي، لازم يشرب من أكواب من الماء على الأقل يوميا. أكيد هذا الشيء مش فقط راح يعني يقيهم من ضربات الشمس أو حتى يقيهم من هاي، لا هو طبعا أكيد للجهاز أو حتى للجهاز بشكل عام، جهاز الإنسان هو شيء جدا مفيد. فإحنا نقدر نقول من كلامك أهم الأمور اللي هو لابد يكون في تغطية للرأس، الملابس نفس الشيء نفس ما ذكرتي سواء ألوان أو حتى خامات، بالإضافة لذلك اللي هو شرب الماء بكثرة، وحتى مش الماء، السوائل بشكل عام. يعني دكتورة لما نتكلم عن السوائل يعني ندخل عصائر وندخل كل شيء معهم؟ لا، هقول لحضرتك على حاجة، لو عصائر تبقى عصائر طبيعية جدا. نعم. لأنه العصائر المحلاة وبالذات التحلية الصناعية والحاجات دي والحلويات عموما بتزيد من درجة حرارة الجسم، لأنها بتنتج سعرات حرارية زيادة في جسم الإنسان فبتزيد من درجة الحرارة. فأحب أنبه إن دايما الناس ياخدوا عصائر طبيعية، ودايما أنا بنبه العمال اللي بيجوا لنا بضربات شمس او عموما الناس اللي بيجوا لنا بضربات شمس انهم يكون معاهم دايما برتقال، لانه فيه بوتاسيوم عالي، وواحده موزه كمان لانه فيها بوتاسيوم عالي، لانه اول ملح بيتم فقده مع السوائل اللي بتفقد من الجسم هو ملح البوتاسيوم، وهو خطير جدا حقيقي فقدوه، ولذلك لازم يعوضوه بصوره سريعه. فقدر المستطاع حتى لو احنا قاعدين على البحر او في فسحه يتواجد معنا عصير برتقال او برتقاله او موز، ده بيقينا حقيقي لك هذا الحرارة. نعم، يمكن حتى نايف انا صراحه تعمدت الدكتوره اسالك عن هالسؤال بما يتعلق بالعصائر، لان احنا دائما نشوف يستسهلون مثلا اولياء الامور يعطونا مثلا عصير اللي هو العادي يعني مش الطبيعي. فعشان كذي احنا لابد ان ننوه من خلال البرنامج ان لابد يكون هناك في عصير طبيعي، بالاضافه لنفس ما ذكرت الدكتوره يكون هناك ايضا فواكه، لان الفواكه اكيد لها دور في هذا الموضوع. بالتاكيد هذه كلها الاشياء تساعد، يعني حتى اذا بتطلع كشته ولا شيء بتمر للبقاله تاخذ لك عصاير، الله يهينك بس خذ عصاير طبيعيه من مصادر ثانيه، لان عيالنا يبذلون مجهود بصراحه، عاد يبذلون مجهود في شنو؟ هاي نخليه على جنب، كره قدم ولا اي شيء يلعبونه، لكن الشيء الاساسي ان هذا كله تحت اشعه الشمس، وما نقص على بعض، اشعه الشمس عندنا جدا قويه. دكتوره انت توجهين حالات عندك في المستشفى، هل بالفعل في حالات جهاد حراري وضربات شمس تجيكم باعداد ممكن انها تكون غير طبيعيه؟
حقيقة خلال شغلي في طوارئ مستشفى حمد الأول وبعد كده طوارئ الوكرة بنواجه حالات كثيرة في فصل الصيف حقيقة لنقص الوعي. فأنا أشكركم في البرنامج أن أنتوا أثرتوا النقطة دي لأنه كده بنوعي الناس وبنوعي الجمهور بالأعراض الأساسية اللي عن طريقها يتوجهوا لأقرب مركز صحي أو أقرب طوارئ. وحقيقة أحب أشكر دولة قطر على المجهود الجبار اللي بتبذله لأنه في طوارئ متوفرة 24 ساعة، في عربيات إسعاف متوفرة 24 ساعة، وكل ده مجاني لكل المقيمين على أرض دولة قطر، ودي بصراحة خدمة طبية نادر إنها تكون موجودة في أماكن أخرى من العالم. وبالتالي لازم مع حدوث أول أعراض لإجهاد حراري التوجه لأقرب مركز صحي أو طوارئ من طوارئ التابعة لمؤسسات مستشفى حمد. نعم أكيد طبعا دكتورة، يمكن نتمنى فعلا أن كل كلامك الناس قاعد يسمعونا وأيضا يأخذونا بعين الاعتبار أن بما يتعلق بأشعة الشمس أن مشاهدينا نفس ما ذكرنا جدا خطر إذا تعرضنا لضربات الشمس، لابد يكون هناك على طول في مراجعة مستمرة ومباشرة أكيد على أساس أن احنا ما نوصل لمراحل قد تؤدي إلى حالة وفاة لا سامح الله. يعني معلومات فعلا استفدنا منها دكتورة، شكرا لتواجدك معنا ويعطيك العافية. أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة، وإن شاء الله أن المعلومات بالفعل وصلت للجميع. حتى حاب أنوه على نقطة العمال، يعني احنا بالفعل نواجه في يومنا لما نتنقل ولا غيره نشوف عمال يشتغلون، نشوف يعني حتى جهد غير بسيط قاعد يبذل، فالله يعطيهم العافية. واللي يكونون مسؤولين عن هذه العمال من الشركات الله يهينكم، اهتموا أكثر بالعمال، وفروا لهم سبل الراحة أكثر، شوفوا الأشياء الأساسية لازم تكون معاهم. خلاص الدكتورة لازم تقول لازم يكون عندهم مثلا عصير البرتقال، لو هو هذا الشيء فعلا يساعدهم كمية المياه تكون عندهم بشكل أكبر، فلازم نوفرها إن شاء الله علشان يتمتعون بصحة أفضل بإذن الله. شكرا لك دكتورة، شرفنا بتواجدك معنا اليوم. أهلا شكرا، يعطيك العافية دكتورة. إذا مشاهدينا أكيد مستمرين معاكم، لكن نفس ما وعدناكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم أنه راح تكون لنا عودة ونتحدث عن مجريات بورصة قطر وشون السهم هل هو مرتفع أو منخفض، أكيد راح نعرف، لكن مع زميلتنا سلام عمر فنقول لك أسعد الله صباحك من جديد. نعم صباح الخير مرة ثانية شوق ونايف. إذا المؤشر العام لا زال منخفضا، سجل الآن مستوى 10217 نقطة، إذا كسر حاجز 10250 نقطة هبوطا. وبالنسبة للشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة تصدر القائمة الخليج الدولية، الريان، الإسلامية، بروة، البنك التجاري. أما الشركات الأكثر ارتفاعا جاءت في الصدارة الدوحة للتأمين والخليجي، الدوحة، بنك الدوحة، الإسلامية وأدلال. هذه هي الشركات المرتفعة في ظل انخفاض المؤشر العام 10217 نقطة، هذا هو المستوى الذي وصل إليه مقارنة مع 10295 نقطة أقفل عليه بالأمس. لكن للمزيد من التفاصيل على هذه الانخفاضات التي يتعرض لها المؤشر العام وكسر مستويات مهمة، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد الله الخاطر. دكتور عبد الله، يعني بداية يعني هذه الانخفاضات المستمرة للمؤشر العام هل تعود إلى دلالات معينة خصوصا مع هذه الظروف يعني ونتائج الشركات خلال الربع الأول من هذا العام؟ بشكل عام المتوقع أنه طبعا تستمر، ما زلنا نعتبرها مرحلة استقرار، في بعض التراجعات والتذبذبات وهذا شيء طبيعي. يعني ما إذا كانت التذبذبات بالشكل من خلال هوامش محددة تعتبر يعني جزء من الحياة، جزء من يعني عمل البورصة، فلذلك هذا شيء طبيعي. لكن بشكل عام الآن لما ننظر للاقتصاد صراحة كانت تطلعاتنا أنه النمو الاقتصادي العالمي بدأ يتحسن، ولذلك الطلب على الطاقة بيبدأ يتحسن، ولذلك
طبعا التدفقات النقدية بشكل عام في الاقتصاد العالمي واقتصاداتنا الإقليمية والمحلية تبدأ تتحسن بعض الشيء. لكن بعد رفع أسعار الفائدة كان توقعنا أن أسعار الفائدة أيضا السوقية تبدأ تماشي أسعار الفائدة الرسمية اللي هي طبعا من الفيدرالي. بمعنى أنه آخر الفترة الحقيقة، لأنه عادة ما تشتق أسعار الفائدة في السوق، في سوق السندات خاصة اللي تم فيه التعامل بعد الطرح الأول طبعا من خلال المصارف المركزية ومصرف المركزي الأمريكي، تبدأ تتعامل فيه طبعا المحافظ والصناديق والشركات والمستثمرين، فحسب نظرتهم هم طبعا يبدأ كل واحد فيهم يا أما يرفع مركزه بالسندات أو يخفضه، وهذا راح يعتمد على توقعاتهم بالنسبة للنمو الاقتصادي وخاصة بأمريكا، والاقتصاد الأمريكي هو أقوى الاقتصادات، ولذلك أثر عادة ما يعني يتحول ونبدأ نحسه في آسيا ثم في الشرق الأوسط. لكن يعني دكتور المحللون يعني يقولون بأن أو يتوقعون كانوا يتوقعون بالأمس بأن المؤشرات الخليجية سوف تختبر مستويات مهمة، وهذا ما حصل اليوم. يعني هل هذا ينطبق على كل أسواق الخليج بشكل عام؟ من المتوقع طبعا أنه طبعا أسعار الطاقة بشكل عام تكون مستقرة خلال الفترة القادمة. طبعا الاستقرار هذا قد لا يدفع الكثير من المستثمرين اللي أخذوا مراكز على 10,000 وأعلى من 10,500 الآن لرؤية استمرارية النمو بشكل يدفع المستثمر. أنه عادة البورصة المفروض تنظر إلى 6 شهور مقدما، ولذلك أي لحظة من اللحظات إحنا نرى فيها البورصة، لأنه معظم المستثمرين يتوقع خلال 3 شهور 6 شهور القادمة يكون فيه نمو، ولذلك فيه تحسن في التدفقات النقدية بالنسبة للشركات أرباح ومشاريع. نعم، لكن بورصة قطر يعني هناك إجراءات تقوم بها، ويعني أعلنت بالأمس بأنها تعكف التوافق مع هيئة قطر للأوراق للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق، والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة. هذا كيف يمكن أن يساعد يعني المستثمرين؟ هذا يعني على الأقل يفتح باب الأمل أنه في إجراءات ممكن توفر السيولة، في إجراءات ممكن توفر تنوع أكبر بالسوق، عمق أكبر بالسوق خلال المرحلة القادمة، سلاسة في التعامل في الإجراءات من أجل القدرة على الحركة، إعطاء أيضا شركات التمويل بشكل عام القدرة على رؤية وإمكانية رفع مستويات التمويل بالنسبة للمستثمرين. فهذه كلها احتمالات، ولكن حتى نرى الحقيقة بالنسبة لنا كمستثمرين إجراءات حقيقية يتم خاصة في بورصتنا المحلية، لأن هذا الكلام، لأن إحنا تكلمنا في الكلام وسمعنا الكلام هذا، لكن اليوم إحنا نبغى نشوف إجراءات حقيقية تتم بالسوق على أساس يبدأ المستثمر يكسب ثقة بالسوق، يكسب ثقة برؤية إدارة السوق وقدرتها على أنه تدفع المستثمر وتثير في المستثمر التطلع لإمكانية الاستثمارات الجديدة، ممكن الأدوات الجديدة، أسلوب عمل حديث وجديد في البورصة. ولحد الآن حقيقة شفنا في خاصة في كم طرح في الماضي يعني أخذ وقت وأخذ روحه ورجعه، وبالوقت اللي كانت تقدمت فيها الشركات للسوق كانت المرحلة اللي كان الكل يتطلع فيها، المرحلة اللي كانت الأنسب للطرح فاتت. لذلك جاء الطرح في وقت غير مناسب، تأثر الطرح بعوامل سلبية بعض الشيء، كونت عند المستثمر طبعا أسست وعمقت الصورة اللي الحقيقة ما تدعم المستثمر أنه يقبل على السوق بكل طاقته وبكل ثقته،
خاصة في المرحلة القادمة. لكن هذه المرحلة يعني دراسة الإجراءات ليست يعني مهمة في هذه المرحلة؟ حقيقة مهمة، لكن مهمة التطبيق، المهم التطبيق، احنا نحتاج التنفيذ. يعني الآن تركيزنا وتركيز المستثمر يحتاج خطوات عملية داخل السوق. لحد ما نشوف الخطوات حقيقية العملية داخل السوق، الكلام هذا جميل، الكلام هذا مطلوب، الحوار مطلوب، البحث مطلوب، الدراسة مطلوبة، لكن الكلام هذا يعني صار لنا احنا نلف في عدة سنوات الآن. فاحنا الآن الحقيقة يعني نقول الماء يتكذب الغطاس، نبغي نشوف الحقيقة إجراءات وأدوات استثمارية جديدة تدخل السوق. يعني هنا لي ملاحظة بسيطة، في أسواق قدامنا 200 سنة والأدوات هذه يتعامل فيها صار لهم مئات السنين، ليش إحنا نأخذ ونعطي ونروح ونرجع وخايفين ومخايفين وكل شيء خايفين منه؟ إذا إحنا ما نخلص من ثقافة الخوف داخل مؤسساتنا ما راح نكون قادرين إن الحقيقة نصنع مستقبل. صناعة المستقبل تعني المجازفة، الرؤية، اتخاذ القرار والحركة عن إرادة. أما الدراسة وروحة الدراسة وجية الدراسة يمكن زينة للجرائد، يمكن زينة للقراءة، ويعني ثقافة جيدة، لكن في نهاية المطاف نبغي إجراءات حقيقية تتم داخل السوق. نعم دكتور، يعني لأين يتجه المؤشر العام إذا كان يعني كسر حاجز 10250 نقطة، وصل إلى 10221 نقطة وفقا للعوامل الخارجية والداخلية التي نعيش فيها؟ بدينا يمكن احنا بشكل مقتضب عن الوضع الاقتصادي العالمي، وهو المؤثر الأكبر طبعا في اقتصادنا. معظم تدفقاتنا النقدية تيجي حسب من خلال الصادرات، وأيضا نستورد معظم حاجاتنا من السوق العالمي. لكن ولذلك احنا نشوف يعني نفس المسار ونفس الهدوء والاستقرار. أعتقد السوق متروك الآن للعوامل الداخلية، إمكانية إيجاد نوافذ للنمو بالنسبة لمؤسساتنا الداخلية، وهذه طبعا أيضا يعني مو بس البورصة المسؤولة عن السيولة والمسؤولة عن الحيوية داخل البورصة، ولكن أيضا كل مجالس الإدارة وكل إدارات موجودة في كل شركة أيضا مسؤولة، لأنه المستثمر يتابع القرارات مجالس الإدارة، قرارات الإدارة التنفيذية، قدرة القيادات وصانعي القرار على فتح أبواب وفتح وخلق فرص واستغلال الفرص من أجل النمو في الشركات ونمو إيراداتها. إذا المستثمر شاف أنه في قيادات الآن بمؤسساتنا قادرة على خلق النمو خلال المرحلة القادمة، وزيارة سمو الأمير لأفريقيا إحدى الأمور المهمة وفرصة وباب أصبح مفتوح على أفريقيا، وأفريقيا بلد قارة ثرية وغنية بمواردها وفي حاجة كبيرة لكثير من مؤسساتنا أن تبدأ مشاريعها. بدينا كثير من مؤسساتنا تخرج للعالمية، ونحتاج بقية المؤسسات أنها تخطو الخطوة هذه على أساس أنه توقعات النمو، توقعات الأرباح وزيادة في الأرباح راح تصبح شيء طبعا طبيعي ومتداول، ولذلك بنشوف البورصة تتحسن وأسعار الأسهم تتحسن. دكتور عبد الله الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار العالمية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاح. إذن مشاهدينا، المؤشر العام في آخر جلسات الأسبوع لازال مستمرا يصل إلى مستوى 10225 نقطة، مقارنة مع مستوى إقفال بالأمس على 10295 نقطة. إلى هنا ننهي هذه الجولة من بورصة قطر الأوراق المالية. للمزيد من التفاصيل سوف يكون خلال نشرة الساعة 1 وعند إقفال المؤشر العام البورصة. الآن عودة إلى الزملاء في برنامج في الضحى.
شكرا لزميلتنا سلامة عمرو، أكيد شكرا لضيفك الكريم على هذه المعلومات اللي قدمتوها لنا، وإن شاء الله جميع الأشخاص اللي فعلا مهتمين بالبورصة وعندهم الاستثمارات والأسهم يكون فعلا استفادوا من هذه المعلومات. أما مشاهدينا أكيد راح نتابع ونستكمل معاكم برنامج في الضحى، يمكن عندنا احنا كثير من الفعاليات اللي دائما كبرنامج في الضحى نسلط الضوء عليها، فشن راح يكون عندك؟ احنا عندنا احتفال صار بيوم التغذية الخليجي، هذا الاحتفال صار برعاية المؤسسة العامة للرعاية الصحية الأولية، وكان احتفال بيوم التغذية الخليجي. جميل. عاد ايش سالفته من الاحتفال فيه؟ الاحتفال فيه مجموعة من المدارس، احنا سلطنا الضوء على مدرسة السيلية الثانوية للبنين، لكن تفاصيل أكثر إن شاء الله راح نشوفها في هذا التقرير. الحقيقة نحن عندنا فعالية الأسبوع الخليجي بمناسبة اليوم العالمي للغذاء. طبعا هذه الفعالية تنفذ في تقريبا 21 مدرسة، الهدف منها طبعا لفت انتباه الناس لقضايا غذائية مهمة جدا تؤثر في حياتهم اليومية من حيث اللي هو الأمراض المرتبطة بالغذاء. بدأنا اليوم طبعا في المدرسة، هون في مدرسة السيلية الثانوية، بتنفيذ مجموعة من الفعاليات، ونحن الآن على هامش اللي هو المعرض الصحي، وقيمت خلاله طبعا مسابقة اللي هو أفضل طبق صحي مع محاضرة تقدم من قبل أخصائي تغذية. والحقيقة أن الفعاليات أيضا أقيمت بالتنسيق ما بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ممثلة لبرنامج خدمات الصحة المدرسية، وأيضا وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة بالمدارس المستهدفة في هذه الفعاليات. دعونا المدرسة النهاردة مدرسة السيلية الثانوية لإقامة هذه المحاضرة عن التغذية العلاجية وأثر الغذاء الصحي في الطلبة بمناسبة الأسبوع الغذاء الخليجي، وكانت الحمد لله زي ما أنتم حضرتكم شايفين كان في تفاعل جدا من الطلبة والمعلمين، وقمنا بعمل محاضرة مبسطة عن أهمية التغذية الصحية والهرم الغذائي والمجموعات الغذائية، وبعد كده عملنا تقييم للطبق الصحي اللي قام بيه الطلبة والمعلمين. كل سنة بنقيم نفس هذه الفعالية طبعا لتوعية أبنائنا الطلاب وتوعية المجتمع، طبعا حفاظا على إيش؟ صحة أبنائنا الطلاب، وطبعا هذا الشيء يعني بيؤدي إلى أمور أخرى زي توعية السمنة السكر، طبعا عندك ممرض المدرسة بيقوم بتأدية الواجبات بالإضافة إلى الإخوان في الأقسام الأخرى. رجعنا لكم أحبتنا ومشاهدينا من جديد، وأسعد الله صباحكم وين ما كنتم متابعونا داخل قطر أو حتى خارجها. بشكل عام مشاهدينا قاعد نشوف أن في مراكز كثيرة شبابية في دولتنا الحبيبة قطر تشجع أكيد وتساعد الشباب على فهم مفاهيم أو حتى قيم جديدة، أو حتى قيم تكون موجودة لكن يكتسبونها بشكل أكبر، حيث أخيرا كان ينظم مركز شباب برزان العديد من الفعاليات في هذه الفترة، وذلك في إطار جهوده المستمرة والهادفة لتأهيل الشباب واستغلال طاقتهم وتنمية مهاراتهم وأعدادهم للقيادة. من هذه البرامج فعلا المميزة برنامج رحال 2 والذي أقيم في هذه النسخة في المملكة العربية السعودية. حديث أكثر عن هذا الموضوع سعدنا نستضيف معنا السيد فتح اليزيدي المشرف الاجتماعي في مركز شباب برزان، والطالبين المشاركين ضمن فريق رحال 2 هم راشد السعدي وخالد الكبيسي. عمره مقبوله وحياكم الله معنا. اللهم لا زال خير، الله يحييكم. صباحكم الخير. ابدا معك من انت ما شاء الله من احد القائمين على المركز وما شاء الله المشرف الاجتماعي، فلو تشرح لي اكثر عن رحال 2 وشنو الهدف منه، شنو عطني المفهوم الاساسي بالنسبه له. احنا اساسا يوم تكلمنا عن رحال 1
قبل أن نتكلم، وفكرتها التنقل، استكشاف أماكن جديدة، تعرف الشباب بأماكن جديدة في حدود دولة قطر. رحنا في المناطق الشمالية وكنا كل يوم نبات في منطقة، هذا بالنسبة لرحال ون. بالنسبة لرحال في نسخة الثانية مثل ما ذكرت توجهنا للمملكة العربية السعودية، وكان عندنا الوقت، تعرف وقت الإجازة هذا اللي في شهر 4 وقت ضيق محدود، فيوم جينا للمملكة العربية السعودية ما شاء الله كبيرة وواسعة، فجينا حطينا جرد للمناطق والبرامج اللي ممكن نسويها هناك. بالنهاية رسينا على مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، والقصيم، الرياض، والدمام. هذا كان خط السير بالنسبة لبرنامج رحال اثنين. أكيد في من أهداف رحال واحد اللي استكشاف المناطق الجديدة، تعزيز بعض الأماكن اللي يمكن شاب رحال من قبل، خصوصا في المدينة، يعني ركزنا على مثلا المسجد النبوي الشريف، كيف طريقة توسعه وكيف كانت من البداية إلى النهاية إلى نوصل إلى وقتنا الحالي، النبي صلى الله عليه وسلم، معرض النبي صلى الله عليه وسلم، معرض الحرمين، يعني حتى زرنا مقر معركة أحد عند جبل أحد وجبل رماء، وكان معنا مرشد خاص كان يشرح لنا بالتفصيل وين كانت المعركة الدور، على أساس أنه ممكن أماكن راحوا الشباب من قبل، لكن نضيف لهم معلومة جديدة في هذه الأماكن اللي تمس دين، القيم، العادات، المجتمع بشكل عام. ركزنا على كل هالأمور، بالإضافة إلى أن لا ننسى أن هذه الإجازة ما ينفع أن كلها ثقافة وتثقيف وتعليم، تعرف تعليم جو المدرسة ما ينفع أن نمللهم، عرف، فيكون بشكل عام ترفيهي، لكن ما يمنع أن من ضمن الإطار الترفيهي يكون فيه جزء وتغذية في ثقافية أو اجتماعية أو دينية. نعم، إنزين الحين خلنا نسأل الشباب نفسهم ونقول لهم شلون كانت رحلتكم؟ شلون كانت رحلتكم؟ صح، في كانت ترفيه ونفس الشيء كانت ثقافة، فكلمنا عن الرحلة شلون كانت؟ صحيح، طبعاً رحلتنا كانت أول شيء بداية الرحلة هم يبون كسر الروتين. يعني مثلاً أنا أول مرة أقعد معاك مثلاً ما في علاقة، عرفتي؟ هم يبون هل كسر العلاقة اللي مثلاً ليش أنا ثقيل؟ ليش ربع عادي، عرفت؟ بداية الرحلة في يوم وليلة الكل خذ على الثاني ما شاء الله. يعني مثلا أنا أول مرة أجاوب الفتحي، ليش هو مشرف وأنا طالب، يعني ما لحق أسولف معاه وايد، ما أخذ وأعطي معاه، بس لا يعني علاقتهم ما شاء الله كانت معنا أكثر من أبوي يعني ما شاء الله، وكان شيء وايد وايد جميل يعني. وحتى بالرحلة استأنستوا هناك، الأماكن اللي زرتوها؟ الأماكن والله وايد وايد جميلة، في أماكن أنا بالنسبة أول مرة أروح كالمدينة أول مرة أزورها، أما مكة والعمرة كأربع مرات خمس مرات ما شاء الله. ما شاء الله عليك راشد، يعني أنتم ما شاء الله في أكثر من منطقة زرتوها، شنو هي أكثر منطقة أنت انبسطت فيها، سواء من ناحية ترفيهية سواء من ناحية ثقافية؟ أكثر شيء ارتحت له صراحة مكة المكرمة، أمور الدينية كنا ملتزمين فيها، وأكبر يعني أكبر شرف لنا أن نشوف الكعبة المشرفة يعني. ما شاء الله. إنزين أنت الحين رحت مع الشباب، والحين الشبيس يقول أن أنتوا خذتوا على بعض، شلون المجموعة اللي معك؟ حسيتوا أن أنتوا فعلا ربع وكل واحد قرب على الثاني وقاعدين تتمشون مع بعض، خصوصا أن أنتوا يعني مسافرين، هذه سفرة كاملة، فأنت شي حسيت أن أنت مرتاح معاهم ولا بس دشيت وسجلت وهذا ووصلت هناك؟ أول شيء كنت متوتر ومتفائل شوي، بس مع مرور الأيام والوقت وشي كنا أخذنا على بعض ووصلنا شي نفس أخوان وأبو وأم وشي يعني كل عائلة. لا هو يقصد روح العائلة اللي صار. سينهم اختبار الحين. الله يخليكم إن شاء الله البعض، يمكن فعلا أنتم تعرفتوا على بعض فترة قصيرة، لكن إن شاء الله تدومون حق بعض أكيد بإذن الله. بشكل عام أستاذنا نتحدث أكثر عن الحمد لله يمكن قاعد نشوف إحنا ردة فعل الشباب مستانسين، فنتحدث أكثر عن الشباب، عن الرحلة نفسها، كم الأشخاص اللي كانوا موجودين ضمن الرحلة والفئات السنية اللي أنتم اخترتوها؟ طيب إحنا بناء على تعليمات وزارة الثقافة والرياضة، المركز الشعبي تركز على الأعمار من 15 سنة وفوق، فالأعمار اللي استقطبناها في الرحلة كانت ضمن حدود المدرسة الثانوية من 15 سنة إلى 18 سنة، 18 طالب، مقارنة برحال ون هي أقل، رحال ون كنا ما شاء الله حدود 40، بس تعرفون سفر خارجية لازم العدد يكون أقل على أساس أن نقدر نركز عليهم، على أساس أن حتى هم يستفيدون بشكل أكبر. كان 18 طالب بالإضافة إلى 5 من أعضاء الطاقم الإشرافي في المركز، بالإضافة إلى ممرض مرافق كنا استقطبناه على أساس أنه يكون لا سمح الله في حالة حدوث أي طارئ خلال الرحلة. البرنامج قاعدنا نحضر له تقريبا من أكثر من شهر ونص إلى شهرين، بعد ما أخذنا الجرين لايت من
المجلس التنفيذي لأعضاء مجلس الإدارة ويعطيهم العافية، ما قصروا يعني دعمونا بكل الطرق الممكنة. قعدنا كطاقم إشراف، كطاقم يعني حضر لها الرحلة، قعدنا نشوف وين البرامج اللي ممكن نسويها، شو البرامج اللي ممكن نسويها. يعني كانت ممكن صعوبة أن نشوف إحنا تنسيق مع جهات خارجية، نعم. نشوف الـ 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 البرامج اللي عندهم، شو الوقت المسموح اللي، لأن وقتهم غير وقتنا. مثلا صحيح. في جدة يمكن نروح جدة، ما لقينا إلا مكان واحد في جدة بكبرها فاتح الصبح، عرفت؟ كل 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 نشاطاتهم وفعالياتهم في الفترة المسائية من الساعة 4 المساء وطالع، عرفت؟ فكان في صعوبة في تحديد البرامج وتختيار الأيام، بالإضافة لحساب مسوي الطريق، لأن احنا رايحين في باص، عايزين من باص في IB، فخصوصا في البداية إن الرحلة طالت شوي عن الوقت المتوقع اللي احنا حاطينه، لكن الحمد لله كنا حاطين كل احتياطاتنا، كنا مرتبين بلان بي في حالة إن لا سمح الله حدث طرف طارئ في أي مكان. فالحمد لله مثل ما شفنا تعبنا الأمانة كطاقم إشرافي وكمركز، كان في تعب كبير من أجل نجاح البرنامج. كل التعب راح، احنا شغالين إلى ليلة السفر، إلى يوم السفر صبح، إلى الحين قاعدين شغالين ورايحين المركز الصبح، ردينا أخذ أغراضنا وردينا البيت مرة ثانية. لكن يوم شفنا على نهاية الرحلة على آخر يوم إحنا رادين، شفنا الشباب مستانسين وضحك، واللي يقول كلمة خلاص كلمة ختامية إنه بيشتاق لكم ومن هالأمور، ولنا الشباب استفادوا بالنهاية في التقييم الختامي اللي حطيناه، وإن أقل تقييم جانا من الشباب كان 8.5 إلى 9 من 10. فالحمد لله هذا شيء يعني إنسانة كل التعب اللي تعبناه من قبل، الحمد لله ما شاء الله. الله يقويكم. أنا ما أخذ رأي خالد، متأكد خالد يعني هاي الإجازة تقريبا كم كانت؟ أسبوع ونص تقريبا. أسبوع، إنزين أسبوع ونص أنت تنطره الإجازة، وقمت ورحت لسجلت في رحالة 2. يعني أول شيء أنت تحس إنك فعلا استفدت، يعني ما يالك شعور مرة إن قلت ليش أنا سافرت؟ كان قاعد مستانس في إجازة أنا في الدوحة، لكن تحس إنك صدق استانست. يعني لو يالك مثلا واحد ثاني وقال لك ما دريت ترى الحين مركز شباب برزان بيسوون رحال 3 ويمكن تكون حتى برا منطقة الخليج، هل أنت بترشح؟ أكيد. وليش؟ على طول، لأن السفرة الأولى أنا استفدت وايد أشياء، أدب، أخلاق، علم، دين، كل شيء استفدت يعني من مركز شباب برزان. بس يمكن هاوشكم مرات. لا والله مثل ما قلت لك. شرة ولا شرة؟ لا والله مثل ما قلت لك، طبعا علاقاتهم كانت معنا أكثر من أبو و وانتم يعني اكيد يعني ما قصرت معاهم. إيه طبعا. لا ان شاء الله. على فكره يا نايف يا شوق، ترى الطاقم الاشرافي قريب من عمر الشاب، يعني اكبر واحد معانا اللي هو كان رئيس البعثه كان عمره 30 سنه. ومن شباب المركز كلنا الطاقم الاشرافي الاربعه او الخمس مشرفين اللي كنا بدينا كطلاب في المركز، بعدين شوشة مساعدين مشرفين، وشوشة لين وصلنا الى مرحله الاشراف في المركز. بالتالي كل ما يكونون الشباب اللي ماسكين البرامج الشبابيه لهم خبره ولهم معرفه ودرايه بالعمل الشبابي، كل ما كانت البرامج افضل واقرب للشباب. يعني الشباب اللي احنا شفناهم 18 ترى تقريبا يعني معظمهم خلينا نقول 12 الى 13 واحد اول مره يجون المركز. ما شاء الله. عرفت؟ يعني راشد وخالد اول مره يطبون. زين بس ما شاء الله حبوا يعني وناوي يكملون. هم لا مبسوطين. بس انا عندي نقطه بسيطه، يعني انتم تذكر لي ان انتم فعلا اعمار شبابيه وهذه اجازه، وانا بصراحه وعد اقدر الاجازه، فليش ما مثلا تخلون مثلا في سفره تكون برا مثلا منطقه الخليج، بما ان مثلا يعني نقول راشد كان مخطط يسافر لدوله معينه، ليش مثلا ما يصير اتفاق وتروحون تزورون اماكن ثانيه علشان مثلا من الناحيه الثقافيه كذلك؟ والله شوف هو رحال انطلق في نسخته الاولى السنه اللي طافت كان داخليا، حسنا بدينا في الخارجين نبدا قلنا شيء حبه حبه عشان اجيكم مره حياك الله بالعكس. عرفت يعني في مخططات ان شاء الله رحال 3 رحال 4 ان شاء الله كله راح يكون خارجي، بس انه نبي نتدرج شويه في الاماكن الى نوصل ان شاء الله للمكان اللي يبونه الشباب ان شاء الله باذن الله. نقدر نقول يعني هذه ايضا دعوه لجميع مشاهدينا اكيد يعني انهم يكونون من ضمن اكيد رحال، لان نفس ما ذكرت يمكن في المقدمه انه فعلا من البرامج المهمه والمميزه في دولتنا قطر. طيب الحين بما ان انت ذكرت يمكن قبل شوي انه كان في فعاليات في ورش انتم اخذتوها، خلينا ناخذ من عندهم الكلام. هو راشد لو تقول لي عن الفعاليات اللي قدموها لكم والورش واهم القيم اللي انت كشخص كراشد حسيت ان انت فعلا استفدت منهم. اول شيء برنامج الرحال كان يتكون من 4 جوانب اساسيه، الجانب الاول جانب ديني والجانب الثقافي والجانب الاجتماعي والجانب الترفيهي. نعم. والجانب الديني كان يتمثل في اداء مناسك العمره
وأداء الفرائض والسنن وقراءة الأذكار وجانب الثقافي اكتسبنا كانت مثل في زيارة المتاحف والأماكن التراثية وتعرفنا على نمط حياة جديد غير عن نعيش فيه حاليا والجانب الاجتماعي اكتسبنا منها أمور معنوية كثيرة يعني منها الإيثار التواضع الصحبة الصالحة تعلمت شلون أفرق بين رفيق الزين والشين ويعني كنا مستنسين فيها والجانب الترفيهي كانت مثل في الملاهي وأماكن الترفيهية المجمعات التجارية وأهم شيء كان إقامة المسابقات بين المجموعات اللي ساعدنا في التعرف على بعض يعني. زين أنا بتكلم من البداية راشد يعني شلون أقنعت أهلك الحين أنت بتقوم مرة واحدة من المدرسة بترد الحين عندك إجازة بتروح حق أهلك بتقول لهم والله أنا بسافر مع المركز بروح بروحي شلون وافقوا؟ كانوا مخططين الفتحي والمشرفين كانوا مخططين لها عدل وهم ما قصروا يعني هم اللي أقنعوا الوالد مو بانا لكم دور احنا الأمانة حتى رحالة اثنين ما أعلننا عن تسجيل لأن عندنا اتفاقية مع مدرستين مدرسة العطية ومدرسة جاسم بن حمد فتوجهنا المدرستين بالأساس وقلنا لهم عندنا برنامج رحال هل بتوفرون لنا طلاب من عندكم ترشيحكم انتم كطلاب متميزين احنا نكافئهم رحلتكم مكفوله ومشموله كل شيء على المركز بس انه طلعوا لنا طلاب متميزين على اساس انه يحسون انه اوكي في 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 اهتمام بالطلاب المتميزين سواء من المدرسه او سواء حتى من المجتمع. المدرسه ما قصروا اعطونا رشحوا لنا طلاب بالاضافه الى كانوا 5 إلى 6 طلاب من برنامج رحال السابق رحال وين. يعني ما شاء الله نقدر نقول هذه بادره جدا مميزه لانتم قاعد تاخذون الطلاب المتميزين وتكافئونهم بنفس هذه الطريقه والحمد لله يمكن هم اكيد استمتعتم بهذه الرحله تعرفتم يمكن على شخصيات جديده يمكن نفس ما ذكرت ان انتم اصلا ما تعرفون بعض من قبل وتعرفتوا في هذا البرنامج. زين لو نتكلم خالد بشكل عام يمكن انت اول مره تشارك في نفس هذا البرنامج، هل تحس ان الشاب بشكل عام اذا شارك في نفس هذه البرامج راح يكون له نفع ايجابي بشكل عام على شخصيته، على مهارات، على حتى قيم هو يكتسبها؟ اي والله انا اشوف لو حالي كشاب لو حصل تطور اكثر يكون وايد افضل، يعني مثلا اليوم مثلا في هالرحله كنا في السعوديه، مثلا رحله غيرها تكون خارج السعوديه مثلا نكتشف اشياء اكثر. فتعرفين يا شباب في طاقه يا شباب يعني في طاقه يحب يكتشف اكثر، يحب يتحرك يعني غير اختلاف عن انكم موجود اي لا هني احنا نتكلم عن الفتيات قاعد نتكلم جانب ثاني مش مشكله اكيد احنا لنا فعاليات كثيره يعني كفتيات. طيب اخوي فتحي يعني انت رحت رحال واحد وشفت كيف كان الوضع انه والله في الدوحه وديتوهم للمناطق هذه، رحت بالنسبه لي الخليج، رحت للمملكه العربيه السعوديه، تشوف هل فعلا انتم قاعدين تحققون اهدافكم اللي انتم تطمحون لها؟ هل انت فعلا راضي؟ هل ممكن الايام الجايه نشوف في البرنامج نفسه او حتى برامج يمكن مشابهه انكم تسوون اكثر فعاليات عن هذه الامور؟ بالتاكيد اخوي نايف يوم احنا نتكلم عن الفعاليات الشبابيه يوم نشوف شبابنا انه وين يروحون شو يسوون ما في الا مثلا مجمعات او مثلا اذا بيحجزون صاله كوره سباحه كل عنا اللهم لك الحمد احنا مركز برزان عندنا صاله كوره في مسبح اولمبي في كل الامور اللي يحتاجونها الالعاب الاجتماعيه بلياردو سوني بيفوت اللي هو كله موجود في المركز بس احنا باقي لنا حلقه الوصل اللي هي بيننا وبين الشباب هاي شوي مفقوده او شوي يمكن احنا خلينا نقول سمعه المراكز الشبابيه ان شوي تعبانه او انها قديمه لانه يقول لك الشباب احنا شنو نروح نسوي من صدق مركز شبابي شنو نروح نسوي عرفت؟ ما يدرون ان مثلا في شباب مثلهم موجودين هناك في انشطه اللي يبونها كل الانشطه اللي يبونها في المركز الشبابيه. هالبرامج مثلا مثل ما ذكرت لك الشباب معظمهم جدد عن المركز اول مره يعرفون عن مركز شباب برزان اول مره يجون مركز شباب برزان فيوم يجون المركز يشوفون هالبرامج الحلوه استانسوا. احنا حاليا ان شاء الله مخططين في تجمع شهري راح يكون ان شاء الله للشباب على اساس ما نقطعهم راح
يكون رياضي على ثقافي نفسي، ما راح نهمل الجانب الثقافي. اكيد راح نحاول نعزز القيم الثقافيه التعليميه الدينيه كلها من خلال مثل ما ذكرت لك اطار ترفيهي، لان اذا احنا سوينا نفس ما يصير في المدرسه بس تثقيف وتعليم ما حد راح يجيك، وبالتالي انت ما استفدت شيء من سواء البرامج اللي سويتها او من البرامج الثانيه. راح تكون في برامج اكيد سواء مركز برزان طول السنه، مش مقتصر على رحال فقط، برامج الشباب تجمعات، النشاط الصيفي قريب راح يكون ان شاء الله، اي حد ما يسافر النشاط الصيفي مفتوح امام الجميع ومختلف الاعمار السنيه في المركز. ايضا قبل لا نقول رحال اللي راح يكون ثلاثه ان شاء الله في شهر 4 القادم ان شاء الله باذن الله. طبعا دائما احنا نركز على هذه النقطه انه بالنسبه حق المراكز الشبابيه تعطي مهارات حياتيه جديده وايضا تعزز القيم وهذه الامور اللي احنا دائما نطمح الى تحقيقها. يعطيكم العافيه، شكرا لكم، ما قصرتوا شباب، شكرا لكم، يعطيكم العافيه وموفقين ان شاء الله، شكرا لكم. يعطيكم العافيه خالد مبارك الجبيسي راشد عادل السعدي والأستاذ فتحي اليزيد المشرف ومشرف النشاط الاجتماعي في مركز شباب برزان. الشكر لكم وحق أولياء أموركم اللي فعلا ساعدوا واسمحوا لكم أن أنتم تتواجدون في مثل هذه السفرة وتستفيدون، والشكر لكم في مركز شباب برزان. وفي نقطة أن يمكن في بعض المراكز صورتها مش جيدة، أنا حابب أبشرك أن في مراكز معينة ويعني تبذل جهود جدا جبارة وأنتم منهم، بيض الله وجيهكم، موفقين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام راح ننتقل معاكم ان شاء الله لتقرير يتكلم عن معرض سلامتك تهمنا. هذا التقرير صور وصار المعرض في مدرسة روضة الشفاء بنت او روضة الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصارية الابتدائية المستقلة في ام صلال علي. نشوف معاكم تفاصيل اكثر ان شاء الله في هذا التقرير. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متواجدين في مدرسة الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصارية لتسليط الضوء على معرض السلوكيات المعززة للصحة والسلام المرورية. بنتعرف أكثر على هذا المعرض مع مديرة المدرسة الأستاذة نجلة الكواري. مرحبا ومسهلا فيك. يا هلا مرحبا حياكم الله. أختي نجلة، تكلمينا عن هذا المعرض، من متى وأنتم متجهزون له وكم عدد الجهات اللي مشاركة معاكم؟ والله هذه المعرض طبعا من ضمن خطط الأنشطة الصفية للمدرسة المعتمدة طبعا على بداية العام الأكاديمي 2016-2017. هذه المعرض طبعا مشاركة ودعم أكثر من 50 جهة من المدارس ومن الجهات الطبية في مؤسسة حمد الطبية. المعرض يجمع الممارسات المتميزة للمدارس سواء في السلامة المرورية وتطبيقها داخل المدارس، في برنامج المدارس المعززة للصحة، وبرنامج أو خطة الأمن والسلامة في المدارس. جمعنا الممارسات المتميزة من مدارس عديدة طبعا بهدف ان احنا ننشر هذه الثقافة، ننشر هذا الفكر والمشاركات النافعة والمفيدة للمدارس. موزة وموزة من مدرسة البيان، ايش هذا اللي في يدكم؟ ممكن نشوفه؟ ممكن تراوينا الكاميرا؟ هاي هو اسم حملتنا حياتي أغلى من سنابي. احنا أطلقنا هالحملة في مدرستنا وأطلقناها للمرحلة الثانية في درب الساعي في خيمة وزارة التعليم، والحين نطلقها في هالمعرض. تهدف حملتنا ان احنا نحد من الحوادث المرورية اللي تسببها استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي أو السناب أثناء قيادتهم. نبراس أحمد. بشرى محمد. تكلموني عن إيش عندكم يا نبراس ويا بشرى اليوم؟ إيش هاللي نشوفه؟ نعم تفضلي. المي المحلى إلى مي طبيعي، مي ممغنط، بأن نحط المي المحلى في فخار، بعدين يصير الفخار يمتص كل المواد الكيميائية اللي كانت في المي ويصير مي طبيعي. إحنا فريق الأمن والسلامة ونعلم كيفية استخدام الطفاية، وللطفاية أنواع كثيرة، وبعد نعرفهم شنو هي المجموعات أو فرق الطوارئ وفريق أو مجموعة الطوارئ وهكذا.
رحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا صغاري أطفال على طريق العام، سيروا في نظام، احترم الظروف في لحظة عبو، أربط حزام الأمان، كان تكلم بالجوال القيادة، أنظر يسار يمين يسار. مني عندنا تمثال عن نقف عند إشارة المرور الحمراء وانطلق عند إشارة المرور الخضراء. حلو ما شاء الله. مثل ما أنتم شايفين أعمال قاموا فيها الطلبة الله يحفظهم في مدرسة الشفاء بنت عبد الرحمن، نشكرهم على هذا المجهود الأكثر من رائع، ونشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، ونتمنى أنكم استفدتم من هذا التقرير، ونشكركم على حسن المتابعة. مع السلامة. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ونتابع معاكم أكيد مشوارنا من برنامج في الضحى. طبعا نفس ما ذكرنا لكم في البداية، دائما وأبدا حريصين على التواجد، حريصين على التغطية، وأيضا عدسة في الضحى أكيد حريصة أيضا على أنها تتواجد في كافة الأماكن والفعاليات المميزة. لذلك أكيد راح ننتقل معاكم إلى روضة نسيبة بنت كعب مع موزة الكواري معلمة مسار أدبي، وتحدثنا أكثر عن الفعالية اللي موجودة عندهم شخصيا. فنقول لك أسعد الله صباحك بكل خير. أسعد الله صباحك بكل خير أختي شوق، وحياكم الله في روضة نسيبة بنت كعب للبنات. طبعاً نقول لكم اليوم فعاليتنا الخاصة بتغطية أو ختام غلق الوحدات، الوحدة تكلم من وحدة الماء ووحدة النبات وأيضاً وحدة الحيوان. الهدف من هذا النشاط أو المفهوم الغلق هو عبارة عن نشاط من الأنشطة اللاصفية يتم فيها ترسيخ وتعزيز المفاهيم في أذهان الطالبات خلال أيام الفترة الدراسية الماضية. لا يخفي عليكم تم اختيار هذه الوحد مثل ما ذكرناها في البداية لترابطها فيما بعضها. طبعا في وحدة الماء تتعرف الطالبة على حالات الماء وأيضا أهمية الماء، ويتم ربطها بالقيمة التربوية وهي ترشيد استهلاك الماء. أما بالنسبة للوحدة النبات يتم تتعرف الطالبة خلال هذه الأيام أو في هذه الوحدة على حالات النبات وأجزاء النبات وكيف نهتم بهذه النبات ونربط بالقيمة التربوية وهي شكر الله على النعم. ننتقل للوحدة الأخيرة وهي وحدة الحيوان، تتعرف الطالبة على أهم الحيوانات في دولة قطر، الحيوانات البحرية والصحراوية، ويتم ربطها أيضا بالقيمة التربوية وهي الرفق بالحيوان وكيف نرفق بالحيوان. لا أخفيكم روضة نسيبة بنت كعب تعتبر من الروض المعززة للصحة، لذلك تم إنشاء ركن خاص فيها وهي ركن صحتي سعادتي بإشراف كل من مسؤول المصادر وأيضا مسؤولة المصادر وأيضا ممرضة المدرسة. يتم في هذا الركن شرح للطالبات وتعزيز مفهوم الصحة لديهن. هذا كل ما لدينا مشاهدينا، وحياكم الله في روضة نسيبة بنت كعب. شكرا أختي شوق. يعطيك العافية أستاذة موزة، شكرا أكيد لك على هذه المعلومات أكيد وعن الفعالية اللي كانت موجودة في روضة نسيبة بنت كعب، فيعطيكم العافية موفقين إن شاء الله. أما الحين مشاهدين أكيد راح نستمر معاكم في برنامج في الضحى، وراح نتكلم عن آخر موضوع لهذا اليوم، حيث تقدم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة ورشة عمل هيا بنا نكتب ونرسم مغامرة عزوز للدكتورة وفاء الشامسي والفنانة التشكيلية لينا العالي. طبعا هي هذه التجربة التي يسلط عليها الضوء للحديث عن صعوبة الكتابة للطفل وأهم معايير النجاح في مخاطبة عقول الصغار، وذلك من خلال استضافة مقدمتي هذه الورشة. حياكم الله معنا وأسعد الله صباحكم. وصباحك سعيد يا رب. يعطيكم العافية. الدكتورة بشكل عام لو تحدثينا أكثر عن الورشة وأهم الأفكار من هذه الورشة.
طبعا هذه الورشة كما أشرتي هي نكتب مغامرة من مغامرات عزوز، وطبعا ونرسم أيضا هذه المغامرة، فهي تحتوي على شقين، الشق الأول شق الكتابة، والشق الثاني إكمال هذه الكتابة بالرسم، ومن خلال طبعا الكتابة باللغة العربية الفصيحة، ولن نقول الفصحى، فيها تمرين وممارسة للطفل أنه يكتب بلغته وفي نفس الوقت يعبر عن هذه المشاعر ويتحدث بها في يعني في مرحلة يوظف فيها الخيال أيضا لكي يصل إلى مغامرة وكتابة قصة بحسب المكونات الفنية لهذه القصة. فالقصة تخرج من الطفل وتخاطب أيضا الطفل بأسلوبها الجميل والجاذب والبسيط. وأترك الجزئية الخاصة بالرسم للأستاذة لينا. طبعا أكيد أستاذة لينا، لو تحدثينا أكثر عن جزئية الرسم، وأيضا لو نتحدث عن يمكن إحنا بشكل عام نعرف أن الطفل أنه شلون توصل الرسالة تكون صعوبة أكثر من الشخص الكبير، فحدثينا عن هذه التجربة وعن الصعوبات اللي قد تكون مواجهة لكم. أنا بتحدث عن تجربتي الأولى في الورشة نفسها، طرحتها في شهر ديسمبر. نعم. كانت الكتابة والرسم قصص اللي أنا كتبتها. نعم. فلقيت الإقبال شديد على الكتابة والرسم معا، وحس الأطفال يحتاجون لدورات أكثر في هالمجالين، مش مجال واحد فقط الكتابة، لا الدمج بين هالاثنين. صحيح. في التعبير. يعني درجة أن كان العدد ذيك الورشة 20 طفل، بس ما قدرت أردهم، يعني اعتبرتهم كلهم مثل عيالي. التعبير بالرسم يعتمد على شلون أنت تفهمين الطفل الرسمة، هني بعدها يعتمد على الرسم. أحب أن أنا أقسم الصفحة للرسم 6 مربعات، هني تدي الطفل يعبر فيها، أو أسوي الطريقة الثانية اللي هي مقدمة وسط نهاية، يعني يسوي مقدمة الغلاف قصة من الوسط شلون تخيلها، ويكتب هو ليش تخيل هالجزئية، والنهاية هو يرسمها. حبيت هالمرة أن أعطي الورشة بطريقة مختلفة، فتعاونت مع زميلتي الدكتورة وفاء، لأن إحنا نعطي هالورشة قصة هي قصة الدكتورة وفاء، هي بين نرسم مع عزوز، فحبيت هالمرة تكون قصة من شخص مختلف والرسم من شخص مختلف، عشان يكون تعاون يعني يكون تعاون مختلف هالمرة بطريقة. طبعا أشكر إدارة كتارة الدكتور خاصة على منحي هالفرص أن أعطي هالورش التعليمية، فهي فرص جدا جميلة أن الواحد يعطي هالورش. أكيد بلا شك، وأيضا فرصة جدا جميلة أن النفس ما يكون هناك نقدر نقول نقطة لقاء لكتاب وفنانين رسامين في نقطة واحدة، وأيضا تعطونهم من خبراتكم أكيد للأطفال المشاركين. طيب نتحدث أكثر دكتورة عن الأطفال المشاركين، كم عدد اللي كانوا مشاركين، وأيضا نتحدث عن الأعمار المشاركة. طبعا هو بالنسبة لمثل هذه الورش، أولا يجب التنويه لنقطة مهمة، أن كل ما زاد العدد كل ما فقدت القيمة يعني الورشة قيمتها. صحيح. لأن الطفل، كل طفل أنت تتعاملين معهم كحالة فردية وليس حالة جماعية، بحكم أيضا المكونات والاستعدادات على المستوى المهاري والمعرفي والوجداني. عدد الأطفال تم إيقافه حتى 15 طفل. نعم. لأن استقبال أكثر من هذا العدد سيعتبر ظلم لنا نحن، ظلم للأطفال أيضا. نعم. ولا للمنتج الذي ستخرج به هذه الورشة. الأعمار تتراوح ما بين 8 إلى 14 سنة، وهذا طبعا يعتبر يعني فقط مناسب جدا، بحكم أن الاستعدادات العقلية والفكرية والنفسية. صحيح. أيضا للأطفال تكون متقاربة وما في جاب كبير بين الأعمار، فتجدين مثلا أن الطفل يشطح بتفكيره إلى خارج الدائرة التي أنت تريدينها. نعم. فيعني نقدر نقول أنتم أعطيتوا حق كل طفل كان مشارك، يعني جميل أنه كان فعلا يمكن عدد أقل من الورشة السابقة اللي قدمتيها أستاذة، لكن الجميل أن أنتم أعطيتهم حقهم ووفيتوا كفيتوا إن شاء الله من طبعاً إن شاء الله تواجدهم. لأنك تضطرين توقفين عند كل طفل بلا شك. ماذا صحيح. فعل ماذا كتب وتوجهي للإرشاد يكون ملاحظة تكون مباشرة يعني كحالة فردية. نعم. فأنت تمرين في خلال ساعات الورشة، طبعاً أمس كانت الورشة الأولى الجلسة الأولى، فتمرين خلال 3 ساعات على كل طفل 15 طفل، فتخيلي ذلك. صحيح. لا لابد يكون هناك في حتى دقة في الشغل. طيب نتحدث أكثر، يعني ننتقل من هذا الموضوع إلى موضوع ثاني. يعني أنت أستاذة يمكن قبل فترة كنت مشاركة في فنون العالم بالإمارات، وطبعا معرض، حدثينا أكثر عن هذا المعرض، خصوصا يمكن أنت أصلا من محبي أن الأشخاص دائما يشاركون في المشاركات الخارجية وهذه المعارض. مشاركتي في World Art Dubai اللي كان من 12 أبريل ل 15 أبريل، الحلو فيه أن أنا كنت أشوف
المشاركات الفنية من جميع الفنانين من جميع الدول. هو نعم. هو مفتوح له، هو وورد ارت يعني مفتوح لجميع الفنانين، فكان تقريبا حوالي 8000 لوحة مشاركة ان شاء الله. عدد كبير. طلعت على الفن الهندي، الفن الكوري، الياباني، تعرفنا عليهم، تبادل ثقافات، تبادل افكار. كان ثلاث ايام جدا جميلة، يعني صار فيها نطاق اوسع للمعرفة، واستمتعت جدا بهذه المشاركة. نعم، بشكل عام لما نتكلم عن هذه المشاركة دكتورة، يمكن أنا عارف أن دائما كفنانين أو حتى في أي مجال يحبون أنهم يكون في مشاركات خارجية مع دول أخرى، مع يعني مواضيع أخرى، فلو نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وضرورة المشاركة الخارجية. طبعا المشاركة المحلية لابد منها، لكن في النهاية نحن مثل ما نقول إن من جيل واحد مكان واحد فنعرف بعض. لما تكون في مشاركات خارجية، وهذا طبعا أتيحت لي فرص المشاركة على مستوى على المستوى الشخصي خارجيا، تجد إنك تكسب خبرات أكثر. نعم. وخبرات أيضا مختلفة عن الثقافة التي تعودت عليها، عن الطابع الذي تعمل به. مجرد الجلوس مع شخص من بيئة مختلفة وبيئة ثقافية أخرى يعتبر علم في حد ذاته، فبدل ما تقرأ مجموعة من الكتب أنت اجلس مع شخص آخر أو احضر فعاليات أخرى وشارك بقوة. أيضا هذه المشاركات تصقل مهارة الشخص نفسها، تخليه متهيئ إنه هو قادر يمثل بلده ووطنه في كل المحافل الدولية وما عنده مشكلة في هذا الشيء، وتكون مثل الدافع اللي يدفعك أنك أنت تعطي أكثر كل ما صارت عندك خبرة أكبر. بلا شك، أكيد طبعا. يعطيكم العافية وشكرا لتواجدكم اليوم معنا، فعلا يمكن هي فقرة بسيطة لكن استفدنا منكم. الدكتورة وفاء الشامسي والفنانة التشكيلية لينا العالي، نتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم. يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا نقدر نقول وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الضحى. نقدر نقول اللي ما شاف حلقتنا لهذا اليوم يقدر يشوف الإعادة الساعة 2، واللي ما راح يلحق على الإعادة نقدر يشوف أيضا في مواقعنا طبعا أو حتى الموحدة ب www.qtv.qa. أما الحين أقول لكم في أمان الله، مع السلامة. تحية من طاقم برنامج في الضحى، ومني أنا شوق النقدي، وأكيد من أخوي نايف المسلماني. في أمان الله.